المركز. بدر بانون يعيد الكرة، هنا ضغط لفريق الرجاء الرياضي خلال هذه اللحظات. زهير الواصلي يمرر في العمق لبن حليب، بن حليب مرة أخرى، ماذا سيفعل بن حليب؟ يمرر في العمق لحفيظ، هدف، أولى أهداف المباراة عن طريق عبد الإله الحفيظي. تغيرت النتيجة هنا بالدار البيضاء بمباراة أمام بين الرجاء وشباب الريف الحسيمي، تغيرت النتيجة في الدقيقة 56. عبد الإله الحفيظي وتمريرة في العمق من طرف بن حليب، أولى أهداف المباراة وفرحة مستحقة لكل أنصار الرجاء، الصغار قبل الكبار، العشق يأخذ الرجويين من أجل الفرحة. لاحظوا هنا تمريرة من بن حليب الذي ضيع أولى المحاولات خروج من التسلل، وعبد الإله الحفيظي يسكن الكرة. ربما سأطلب من زبين محمدي أن يعطيني إعادة هذه المحاولة، ربما هناك احتجاجات حول